السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض. لو أنا عندي ملف لينك إزاي أقدر أديله لون مميز؟ تمام، لو أنت عملت سيليت كده ده كل ده لينك. بداية لازم تدخلنا في الإيديت تايب وتتعلم على الروم باوندينج. دي مالهاش علاقة بالألوان، ليها علاقة بس إن يبدأ يحس بالروم. طيب عشان أبدأ ألون هنا، وده هيبقى خاص بالفيو ده بس، أخش في في وأخش ريفيت لينك وأخش هنا على ديسبلاي سيتنج. هو نعملها باي هوست فيو، الخصائص اللي هعملها يعني لو غيرت هنا في الموديل كاتيجوري هيتغير في الحاجه اللي هترسمها هنا والحاجه اللي موجوده لينك. انا عايز بقى اعدل اللون في الحاجه اللي انا ساحبها لينك، فاقول له كاستم، بقول له موديل كاتيجوري، بقول له كاستم، بقول له سيلكت اول، وابدا اغير الالوان بتاعت الخطوط ديت مثلا للون الاحمر. تمام، وهنا بقى لما يكون في قط اخليها برضو باللون الاحمر. اوكي ابلاي. زي ما انت شايف الشغل كله بقى لونه اللون الاحمر. لو انت عايز تغير بقى في الهاتشات والاشكال اللي جوه، يبقى تدخل في الباترن وتغدل اللون دوت للون الاحمر وهكذا. وبرضو في الحاجه اللي معمولها قط هتخش تعدل الباترن اللون الاحمر زي ما انت شايف. هتلاقي بعض العناصر بدأت تاخد اللون الاحمر زي الشكل ده كده.